اي سما سلام نويوش نميرين صفوم مرحبا السجوم غلت نوبة ألسنخ. الجزائر فلسطين علاقة تاريخ، علاقة حب، علاقة روح. الجزائر جزء من فلسطين وفلسطين دقل جزء ستزاير او العلاقته او نخسيو دقل شراي اللي نجوري دا من نميدن الزاير السو او مدنوي يك التجربة او مدنوي يك المبادرة نتزيرين مدن جزائريين تجين تماني في غزة أن رقبتي قنون يجو لني زوغ الغزة أن يلس فون وغرم غزة الجريحة بتي يرقب بتي الدرديون وغرم. مرحبا سجوا. ألسان غصوص دو عزام أن بيسيسن تطفي ألسان غصي غرما دت غرما أن بيسيسن أزل ألسان غصي تمورا دي موشاني تزويد أن بيسيسن تيفوت ألاس يسلمد ألاس يسيفا ويبريدن تنوبا ألسان غ تاورت ترزم فولاس في زمولن يلا يتميسمان رحب سنوجيو نغسو بكل شوق لكان تمنى نيلس فون تمرت فون وغرم غزة فلسطين أن تصور قعمي دند نجم نتصافر نتظر ماني خسن بشكل نرقب حد يعني جزائري ومجموعة من جزائريين خاتي تحديق طبعا مع فريق زوان جين مبادرة جزائرية خيرية في غزة دي قنشاي لان قعمي دند من نسلنا ونتجربت ونرحب سلأستاذنا أستاذ عيسى بن صالح عيسى بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ربي يشرح الاستاذ عيسى شني تنمت لك تقبل داون العرض تجيد الشغال تجيد الالتزام السيده نقت لك استاذ تعزمت في التعليم القراني تعزمت في عده مشاريع تواعدت ربي يقبل باش كاع ماني غت يعني قال الخيرات تجيت ان شاء الله ربي تجي ميزان ورزن ان شاء الله. استاذ عيسى طبعا اكيد وكان نضل في اي قلب نقاش اول نجن جزائري ان ان نبرز ديساين كلب يعني بتا دخسس غلو ونتمرت في فلسطين بغزة أكيد تنف من المقدسات دي قنشة من المسلمات يعني ليش حد ولي غيسة ونتمرت نغ ليش حد ولي تمني أدي سلي سلن نغ يعني الواقعنا ونمد نغ إلى في فلسطين بغزة وعيسى. مرحبا سج بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا بدي أشكر غي وقسم على هذه الاستضافة. الله يسلمك. فون تنوبة يودون دون الحستو تولف ما نغ الحصتو يعني والف متابعت اي تزعم سواني توقع مدي دو التوم يحصل لك الشرف سيتي ودالتك تعيد مهلا انا في كل وقت استاذ بارك الله فيك. انا اللي وجار سيت نيد في غزه وتوي تصور وتوي توقع يعني 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 الموضوع هوني استوش الاهميه كاع انتوني بارك الله فيك. انت يلزم مود وجار على كل حال بارك الله فيك. باش يحس عيسى بدا خصنا نسول ماشي ذكر غابدا المدخل سغنيني الجزائر فلسطين ديك العلاقه من التاريخ يعني قبل التاريخ قالوا لي كاستجد حتى يقل مرجع عقدي يعني تفضل استاذ بارك الله فيك. العلاقه النغ فلسطين هي علاقه المسجد الاقصى المبارك من المسجد الاقصى المبارك غنديس البنغ مباشره اول ربي سبحانه وتعالى بتينا ربي في سوره الاسراء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. يعني تود القبلة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم غس 30 شانس غل ربي غلو جليدة مقارنة 30 شانس مع ربي سبحانه وتعالى يبدا استقبلت غل مكة بس هذه قيم ديما نشان 30 شانس هامي ربي تجي القبلة تزار نسول هامي ربي كاع يشاس قد ومون يوم ونشانو ومن بعد يضرن أضرني طبعا يعني باش هذه واسه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خطري لذيني بصح ديما نشري الناس لقيم تس اما شي قاني العزام تو دي قد فايت سنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغور بالاحاديث الى يعني ننتني من المشايخ نض العلماء نغض العلماء نمسلم كاع في كثير من الكتب عندني نتوسط بعضنا بعض ان طلع ان حول الدول غلوانين نعزمنا في الموضوع صح لن يغرب الاحاديث من بينها اولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الى ثلاث مساجد ونتيجي امان العوين الا غير ثلاثه نيموشان انا نشان مزوار المسجد الحرام اما شقان زو قال الحج لعمر ربادي قبل انشان فايتسن المدينه المنوره المسجد النبوي الشريف في المدينه المنوره
انشن فيت المسجد الاقصى تديك فيت سنت يعني يورد قل فضل دزع علوك يعني يوغد الظلم ديني يوغد جنق الخير ديني اما نشيل في مكه 100 ألف حسنه يعني 100 ألف درجه متجي لك الخير في مكه 50 ألف درجه وفي روايات يعني ترني تموكوز في المسجد النبوي اما شافت ثلاثه ميمونه رضي الله عنها تسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ناس افتنا في بيت المقدس نقدرش يا رسول الله في بيت المقدس ان يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اوتوه فصلوا فيه وروح تصلديس ومن بعد الناس هبت تنحدوا لين جام الناس في اليهدي اليه زيتا يسرج فيه ازودي هذا يكت الزيت باش ولي يطفي الضويس ان تود قيمه الاقصى اول نربي ان تود قيمه المسجد الاقصى سيره سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طبعا اول وسطنيني ان فكرت الاخر تنفكر ربي نفطوي كان دي مسلما قمن عضات مزاق من عض لي باضيه قمن عاد قمن شنكون كل حد المجتمع النغ الوطن غير الشورس تنوعس بصح شريك قني توحد تنولاد حدو اللي اختلف ديس اين المسجد الاقصى اللي سلا قيمت سومني ولي الزم ولي بهي او ونشانو نيني نديرو بركه غادي قمد لاني قل البر النغ كل دوله عيبها على رجالها داني قاعد العيب النغ قاعد لكن يلي ديون ونشان يبها نعطيك الصحة أستاذ عيسى والمدخل يبها وصوموني ترزم ديك الباب نغي التور تندول غل التاريخ أن في الجداد النغ المشايخ النغ بخري كانوا يحرصون يعني قاع يولندو سعزمي سعزم ديما ذكر الطلبة نصن يعني قاع اني غرجن حتى المؤلفة تنا في غلب نتشرى توجن كمل انا غنيا نغدا نشرى يعني الاهتمام المشايخ النغ الموضوع في فلسطين الله فيك وني ديك يعني ديك المدخل ديك الحجت مربو ان عزمنا النغ لنورين ربا نسعزمن ان دول لواني ورين صح ان دول لواني نان ان دول لواني تجين اني لا وجار المشايخ النغ العلماء النغ او غير السيولان او غير تسلم النبرك تجين مارو اللي قال موقف اذكر ثلاثة المواقف ايوا باختصار الموقف مزوار الشيخ ابو اسحاق رباط يرحم يسوس عرس الشيخ ابو اسحاق طفيش صغر من تجين رباط يرحم ياك تنفات فرنسا الاحتلال الفرنسي للاستعمار الفرنسي والاستثمار الفرنسي ينفع الشيخ ابو اسحاق لمصر عاد يتقيم ديني يجدد تغرسنا الشيخ اسحاق قد يتفتم دين في وطنه يهما لاني الذي يتجو يغلب من الجهود وعزام من بين الجهود يتجو المؤلفات يعني خدم يقول خدم دم قران عندو الغلط التاريخ انسن من بين ان يجو المحطات يجو لمشاركه في مؤتمر القدس العالمي توج عام 36 يما العلماء الشيخ ابو اللي يقضان على حسب انه يحكي اني يحكي المشايخ اذكر راس الخير دكتور محمد ناصر باطي يحفظ شفاتي طول عمره يحكي انت التفاصيل خاطري ملاقى مع الشيخ ابو اسحاق نعم ملاقات في اخر عمره ان الشيخ ابو اللي يقضان يتوغي وجدك القصيده صادي زوادي شارك السيسه والمؤتمر يتوامن من السفر من عند رقبت المشايخ النغ لش غرسن العقبات عتست المبادئ انسن إما لا الشيخ أبو اليقطان ولي نجيم أين قصيتني سربت منشي زم الطاوط توطبع سويلان توزع في مكانها مصح الشيخ أبو اسحاق يحضر فإذا به يتمثل الجزائر يتمثل تغرسان صح يتمثل بعض في هذا المؤتمر وليد موقف مزوار وهو موقف مهم جدا صديني طبعا عام 36 فلسطين تعرضت يعني لعدة محاولات هجرة لهجرة نودين من مختلف بقاع العالم غير فلسطين هجرات رنيت بسيبسي رنيت كود نبي قلنا يقول في المبدا نرقب عين رنيت كيفاش لي رني كل ما يوقع قلنا يقول له الدنيت او العالم الا دفر سودين عشان كنت واضحين او الهولو ديما يقضى الهجرة قد مش تعترني وانت مرايو قد مش عاد ترني وانت مرايو قد مش عاد تضهضني مسلما صح تحتاج ما تبدل معزن صح ثم العام 36 يوقع شيء من هذا الموقف فيتسن وهو ديك الموقف لا مؤثر جدا ايوه وهو عملي عند عام 1948 تبعات الحرب العالميه الثانيه جدود نقول في متتشن واللي في متتسون الشعب الجزائري منشي اللي تغي تعانى قرنس عام الشر عام البون تنسى يعني سلبون ولي في متتشن سكاسن تورميزين صح الجدود الجداد النغيل انا عايش الجدات النغت اذا عليك النغيل انا عايش لوقتني رحت كاين سولتنا منين ومحكان فين وسنني في لوقتني الحصول ما الا جمعيه العلماء ينعزم النغلان دي جنس ينعزمنا الوطن من بينهم الشيخ ابو اللي قدر رباط يرحم الشيخ بيود رباط يرحم الشيخ سليمان
عندنا تو مشاركن او سليمان بن يوسف الشيخ سليمان بن يوسف انه مشاركن في لجنه اغاثه فلسطين. ان العلماء هي اول لجنه اغاثه عالميه على مستوى العالم في التاريخ. اول لجنه سميت فاتت الجزائر عام 48 ولو في مدن بطلات الشن. ومن بعد جرون المشايخ النغسمي دننسن اني لان اني العزام غير يعني العزام الشيخ توفيق المدني رباط الرحم في كتبها طلعت ترقبت اني ديوي الشيخ ابو اللي قدر الشيخ بيوت الشيخ سليمان يعني دشماس دريال يعني قلنا يعني قلت قلت المساهمه تزع الوقت روح عزمت التفاصيل تكتب ود الوقت التفاصيل يعطيك الصحه يعني توني يعني الموقف في تسن الموقف في ثلاثه عند يعني زياره الشيخ ابو اسحاق الى قطاع غزه ان شاء الله بنتي كتب ربي في فرصه اخرى كنت سنو كل يوم معاه تصورنا الا انت ورقيه تصوريت الشيخ ابو اسحاق استمرت تستمل لازم مني يداز عليك العمر اللي تسلى يسغادا يكتمط تشمر راس في قطاع غزه 18 عام تتابع لمصر تلقي سون تمرتو خصنا تقدد خصنا يعني تنكضم تتابع لمصر 18 سنه ومن بعد عاود تولد الغلوداين وهكذا يمروا 13 ظروف اخرى او يسن شي بتا كان جمعه يبقى بارك الله فيك استاذ عيسى يعني الباشي حفتري دنغ الاصل خاش اجي لانوسين الشباب ديال شرايو لان يغلب غفلا في التاريخ ها تقلني غرب غلد السات تقلني غلد كذا بصح انت انت والتاريخ انت انت العلاقات الى ما نشينا صغنيني فلسطين خاتي اسم خاتي العنوان فقط خاتي كذا ولكن هي ماشينا علاقه روحيه يعني كان دول كاع الجداد عندنا في ديك العلاقه تقديمت يلا هنزوا غلاو رحله لغزه يا استاذ عيسى يعني اول سؤال ديسي حد ولا سوس نمزور غز ديس البلسي حد يعني ما نشتو سد الفكره باش تزويد الى غزه قد يفكر اي انسان يجيك رحله الى اي منطقه في العالم ولكن ندين الى غزه في ذي الظروف اللي انت عايشها مار وزيار الحصار يعني الهجومات التدمير يعني الفكره ما نشتو سوس بارك الله فيك شنو بدي اغسل قنشره يسالوا سوتي ونجي مين انه الدولة النغ بكري ديما رو ان شاء الله هل تقدونيت ديما تلمع فلسطين فلسطين غير سجنون شان خاص الجزائريين الجزائريين غير سجنون شان خاص فلسطين صدقوني نقدع في بعض المشاهد مؤثرة جدا صغرات انت ديني مشاني صاصين جزائري ادي بالتماني لا يا التيق تتجن الانسان الجزائري المواطن الجزائري لا تتصور سمني هملا يعني العيب فولا ولي تحرش يعني العيب غنبت تو نحرش يعني قاعد المعلومات التاريخيه المعلومات النهض المعطيات من الوقت النهض تقرب لي ايجور تقرب لي اتنجم للتجهد تقرب لي اتنجم ما تزوم غير قبط برك منش تزوم من داي توني نقطه مهمه هذا التخصيص التخوف نور ميدن هبت تنزوى هبت تغازينين هبت تنزوى خان هادي صار قنشره خاطر نزوى صار شراني كاع يونو توقرن توفهمن تونن انت كاع لا اساس لهم كاع من الصحه في الواقع. تمرتو تلسون شانس تلسل قيمتس لكتب النغ التاريخ النغ الواقع النغ يدمن النغ دي زوران النغ نشنين دغير النغ الجدود النغ دو غداس ان شاء الله. توني تمزورت فيتسنى تيمار توقع كت مبادره انك تلقى قافله تسمى قافله اميال من الابتسامات. المشرفين من بين المشرفين غفص الجزائريين توني قافله عالميه. جروا منا الاجناس من مختلف الدول ترغبن كل قلنا ديال رغب الدول مدنس مدن يعني شعبيا باش ادون مساهمات لغنو مشانو نتنضمن لان يوض نيمارو القافله 34 نشني النزوى قافله 20 انتو سكاس 2013 نيمارو قبل لهم القافله 2020 تسبق ديك القافله 2018 قافله اميال 18 رقم 18 زون دي السنتوات أتنذكر اسم الخير أتنذكر اسم الخير إن شاء الله بادي خلاف سن مارو بتا تزيك تفرصة نذكر اسم مونسن إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بتا تزيك تفرصة نذكر اسم مونسن نذكر كاع التفاصيل يسمون نميد نيلان جين السبت فاخت نشيل لحق رزم تاورت يعني رزم تيورا سبقا بادي خلاف سن جينا السبت نلقى ديما نمشي نجر بادي هذيك حدا يكون صراحة يعني طبعا طبعا سوني بادي خلاف سن الأمانة العلمية توني فهموني الأمانة العلمية وللتاريخ بادي خلاف سن زوان شاركنا والقافيل تو سد دولا ورقد عميد نغرس انت وانت ديني معي مسلمن بدي معون ميد نولا تلقون ضعف نسي 2000 سنه مس الحصار وفي متتشن خط الفقر ميد تحت خط الفقر 80% يعني تلقى الوضع يعر يصعب يغلب فكرا منش انا اغنس شاركا منش عاد غرنا قنشره ديني معسل
يكتب ربي تنظم القافلتون شارك ديس الذكرى صلى الخير احمد ابراهيمي وني معروف إيه. دي يعني دي كنش يعني شخصيا انت رئيس القافله انت إيه. تولى معاس تولى معاس طبعا تولى معاس ينظم رحلته الحمد لله نزوى في اطار يعني باش نزوى يقل مشروع ديني المشروع ديني ان شاء الله المشروع ديني بالتعجيز الوقت يقل الوقت نسيو في التفاصيل نسيو ربي لابد بسيسي ان شاء الله يلا طبعا اسوستن فويتسن يعني سؤال ثاني آلي يعني غدياس أو نرحل تغيت الجيم طبعا ليس بسهولة تدفم كان سنة يعني غزة تحت الحصار الاحتلال الإسرائيلي المنافذ غد سيدفن غل غزة قاعد يتشرايو رحلت نومان شي تيجور أستاذ عيسى والله بصراحة أين مرحلتي نزواديس تقضع في الروع ما يكون سبحان الله مقارنة سواني قضع عن دوين اللي يتوقع عمار غريب يعني قضع قبل رحلتنا قصدينا وختنا 2013 اي مروا كل جلسة جمال دي دول الهيستوريكس يعني التاريخ قصديني قادر قبل 2013 مشيت تو مصر من تو مصر كيفاش تو الظروف من مصر وختنا اي بحكم لابد تجمع مع مصر يعني مع مصر الشي قبل يدخل وصل مصر عبر الطيارة بعد نوطع في القاهرة ومن بعد نكمل 450 كيلومتر حوالي سلكار مع صحراء سيناء المعبر رفح معبر رفح هذا نلقى منه في الحدود مع مع فلسطين مباشرة نعم. الأرض المباركة صحيت أو أنت مرتوي لأن البعض يتفنديس غير ويتفيه سجد هذا يتفيه جديد ويتحبه جديد سنضرب بيقن الشعور لا يتصور أنت مراني لي قد نمي ارتديس لا ميدنس ولا تمرتص الدنيا يعني لذلك الحمد لله نشي نسيني قطع الأمور كلها كانت ميسرة إلى أبعد الحدود ممتاز أما نشي نزوى مشي دنفع يلا معبر رفح في حد ذاته يعني دقن السؤال في أذهان كثير من الجزائر بتد الواقع يتفهم في معبر رفح مدن فلسطينيين لن تاسن دغلداني يعني لا غرسن عائلات حد لا مصر حد كده ممكن ديني ما نسبت تصورت لك مترقم يعني الحالتني فلسطينيين لن تدفن تفغن من هذا المعبر لخاطر المنفذ الوحيد ماشي اثنين ما مشيت السوله في رفح ما تصف معبر رفح ايه في رفح يلا. رفح هذيك المنطقة سبحان الله ماشي لا ماشي للدول العربيه كاع اي غرسنت حدود مع دول جراسنت طبعا تاريخيا لان بعض العائلات قال يتشرداني نغداني كيف كيف غرس يعني الفيلاج مزور الدول تني الفيلاج فايت سنيلا يعني مجاورا إيه؟ انت عند الحدود يعني تفغصنا علاقات يعني مصاهرة صح عائلية كاع عائلية جرسن أمني مع برا فحت طوزون عاد البعض ميدن تلقيوين بحكم من جدار اللي تواجديني اللي فرط الاحتلال في الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي فتمرتني دول اللي يخدم عس بين قوسين للأسف الشديد يمارو يجو ميدن أن نحب تساس طوان كده على زوج يعني تساس طوان كده على زوج الجدود سلمتني انت الذيني عادي مار قد عس الفيزا باش يدير قبل خالتيس وني يلزم اس الفيزا يلزم ديج لاشين يلزم ديج الطلبيت باش يستصح هذه هذه زور مثلا خالتي خالتي سمم ميتها لاموني علاقات رحم ينكط اي المعبرني بحكم للسيطرة من الظروف الدينية طبعا من الظروف يعني مشلي طبعا يعني تود رفح بين قوسين اي توفي ما يعني صور ديني مدن يزعلاك دايب زانن عائلات تدفن تفغن يعني انت مارو معبر رفح مارو عندما تفل بحكم غزة تلا محاصرة عادي مارو يعني تكلم منش اسنديت في اما تتشن سمعنا تسون سمعنا ضي رضن لازم اسنديت في سيقون شن إلا نردت فيه لين لا تخدمه بدي قم دوق تنسيول في الواقع عن الشاب في غزة كيفاش يتفكر كيفاش يتعاشى أنا رجب تمشيت شهر بارك الله فيكم طورو قمة الأمل شونس الأمل شونس الطموح قل ما نزل لو نقطو تلقيون تعانا يغلب باش تفغن وهو يزهل غفصنا تفغن مش هدي دوا فلسطين باش كتفغن مش هدي فغ مارو نشنين أي إنسان ما سنتزير دي فغ ما روح ما يتخسر لأي مكان روح الدوي التونس روح الدوي التركي روح الدوي الديني ما يتخسر زواد ما يتخص تعزمد ما يتخص تسافر تحوسد بصح ديني خاطي ساس طلبي تجدنا الخبر اجدر الخبر في سمانة في شهر ديار هي مرض غادي يدوى لا بالعقل لازم ندرس زال ما ندوني غادي يقطع الزار في الاجهزه يقطع في شرن في الحسابات في الوراقين باش ارقب السرح نغوه يعني تود المعاناه شديده جدا فيتمتنق في غزه حاليا الى يوم الناس هذا طبعا على المعاناه شديده ولا يتمتت المرض الى ولي فادي دوى طبعا يدور مع بره يعطيك الصحه ولكن نيت نيد مشيت نيد الحمد لله ربي سهل انه الفتره تي تقدر عمديس كانت تغي سهله يعني تقدر عم بدون تعقيدات بدون يعني المشاكل تي زعلاك تدفم الى رفح لإحساس شمس الزوار مشيت نيد لو سيديت شتي شخصيا تي تدفد مع المجموعه تش طبعا اللي احساس انه مزور تدفم الى اون تمرت شنو احساسكم بالزوار بصراحه يعني شخصيا غير يطفل كار النغ
يولد دقن الشاب أوتي بسطة في العلم والجسم، يولد الكار يشوص الابتسامت اللغة العربية الفصحى، يعني لغة القرآن في ألسنة ولنسن، بالتداخل غرس قوة شخصية، يسول بثقة، يسول تبج ناس الجنة، يقرون إلى محاصر، تمد نشك أنا محاصر ناس العقلية النغ، استطبيع النغ، استفكر النغ المحدود، سلقلت الاجتهاد النغ، عزم النغ، تمد نشك أنا محاصرين، سو يعني ستيم جنغل أنت ونتيجي أنت نزو بعيد، ومن بعد يعني ولا معنا الكار نعيان، نعيس وسجم، تعب تعب وبريد إلى آخره. طبعا. مروا قاعد عيان، قال حد عيان عادي السوسم، بالتالي ابتسامة عادي تقيس، لا قيس، يعني هبت سمات، هبت سمتها كم في أرض العزة، كم في أرض الرباط، هبت سمت شتان كنت ابتسامة وشتان غد، يدول أنت زارع الابتسامة، يتشي ابتسامة قابت سمت فرحت، توني حقت مثيرة جدا، ومن بعد تأكدت سينو تديني قريب 10 أيام، نفهم قد ما نود فرون ميدنو بتت نجينا ضوضنا دعنا نفكر مني سين شخصيتني سو مني يا دين عن الشيء القوة النغ سجاج النغ قوة النغ تفكير النغ الأمل اللي كان شمر جاج النغ بتن نجم نجي واقع النغ أين دوني إبها إبها السريع سبارك الله فيك اسمح لي ذات كم نغ الفكرة نجن سيلا سيولا الكار يتمين دي زوايا يعاود دزوا خاطر مني هاد القوافل مارو القوافل قاعد تعاندت يعني في كل غلي مارو غلي مارو قد عام كل ما دفنك الفرصة تسهيلات إدارية رسمية هذه زواضي على الأرض ديمانس لأي خطر يعني أي خطر مادام هي أرض احتلال محتلة تلا محاصرة هذه ممكن ولو أنه ديس يعني تودرس أنت الظروف على كل حال شي شوري على وصيتك الزوج يعني راجع على وصيتك جاس التحيينه كما غبريدك سبحان الله طول يعني والحمد لله ايه والحمد لله والحمد لله ربي يكرمك الشرف يعني حقك يعني قنت توفيق ايه ربي سبحانه وتعالى بالفعل يهم لا غير يوطس الكار يسجد يجدني بديت بدي يجدني بديت الطفتي غير يتمر غجديا يحمد ربي السوت اللي تمرتني اللي نغفص ربي هو لس باركنا حوله ماشي نسمي العلماء من حول المسجد الاقصى لولا ان الشام كاع حوله يقصد كاع الشام لولا ان فلسطين ماشي لولا حدود المسجد الاقصى يبها يعطيك الصحه اذا داني ديس باين استاذ عيسى بلي سيد السويدي توغديس تونجيمتش دولتش سجل جانب سين انت خوف انت قد يعني لكن مزومني قلت المنطقه ممكن تلا معرضه للحرب في اي وقت هذه ممكن يقن من غاني قنشرة ديوضا قنشرة وخي قنشرة يعني تغريس قن تخوف ومسحسي زويت تولاقي تساين ولتني يعني إزوين أين تخوف يعني كده لا يعني حق تخوف ودي زوا من أساسه هي ولن نود النية يعني وعموني يعني ود النية تصنع وصنع تنوسو ألمت إن شاء الله أن لقى رب النغفة والمبدأ إن شاء الله صرب إن شاء الله رباني تبتي قوينا فيت سنت دي قنشة منظم حقت اي جهد اديني غاموني باش بتيك نحت استاذ الفرص تاع لي زون اللي تفرت هامي خاطر تودرس انت تودرس انت عن الظروف ومن ماض الزوال من هذا القيم هامي خاطر كد يوقع قنشره من هذا القبيل عاد ديك المشكل بصي عام يعني طبعا طبعا عادي يعني هذه فرص الاطار هذه الاطار الخاصه ديال غزه وفلسطين ضد مصر هذه فرص هذه فرص عاد يسمونه كاع تودرس يعني حقت وقع بالسن نشرى اي تحديات لابد السنني البعض ضد جات تغديني ومن بعد تملاقى مع البعض هادين غير محراس هادين غير محراس الشهداء اي مجاهد محرس الشهداء هادي مجاهد يعني مجاهدين مجاهدين راهي محرس مجاهدا الا تجاهد ديني من بعد غنتسامح امار لازم تصوم غلديني الا غنكت مهمتي لازم خاطر وقع بالسن التصعيد لازم نفخس ثاني لازم نزور ديني خاطر نزور موشان موشان البعض موشان عند التماس خطوط التماس اي مليح مثلا شقي ميت الخلاف نزورك المزرعه تبعت تشد بعض الفوتوك المزرعه تكاع الفراس تجع عليك تمض البصر إيه. بدي تصور غني هو العمر يعني بين قوسين وتركز تصوره تشوف بخاطر لك تشيت صوره شت لك تصوره تنسن اي هو تصور يغلب هذا دور بسيلان يعني إيه بين قوسين يعني يبها هامي خاطر هاي المزرعه تنهد الحدود مع إيه مع الاحتلال مع الاحتلال الاسرائيلي يعطيك الصحه اذا سيتو تفد الصوره العامه نغل ودمي لان تلاقيش سيس او نغرم ودمي لان يلاقيهم سيس من البنايات من العماره من الواقع نسنديني يعني والسان غب سيتو تفما ونغرم يعني بتي ترقم على كل حال من الناحيه الماديه على كل حال خطية بارك الله فيك توني قلنا سؤال دقيق جدا انه خاطر صوره نمطيه يتسمح لها شي قطعه صوره نمطيه الاعلام بالتالي يتسوق من الصور في غزه غزه يساوي الدمار الخراب
يعني ردومات الموت الجرحى ان تود صوره نمطيه الا موجوده، رغم انه الحمد لله الاعلام خاصه التلفزيون الجزائري لغرنغ مراسل نذكره بالخير وسام ابو زيد مراسل تلفزيون جزائري من غزه في كل مره يتشن وجوه اخرى ديني وجوه يعني ادمون بلا في غزه الخير تربت يعني تشرى الحمد لله هي ديك الامل يتشي مدا، ولكن العموم الوسائل الاعلام تشنت حقيقه يكت صوره نمطيه في غزه يعني بارك الله فيك. حقت الاثار الدمار واضحه انه البنايات تغنت مع دارابنت خالت تقن حيت جات ويزه سادير تدار تستقدم شادي بنات دارت بتنت بتنف النف الاثار نقن بنايات تغ بعد يزوا وللي امون يا شغل اني قل مقطع عارض انك تدرت تفض امون تي تو تدرت تلصق دانينا انتهى وضف الصاروخ ترابيا تو تسير دم خلاص لان بنات نخسات تبنى نغشيش كطا اس دي اف تحربي مشات تبنى يعني الاثار الدمار البيوت يبين يعني يبين واضح تو ديك تفيت سنت نضافت يعني نضافت في كل مكان نضافت نضافت في غزه يموش نضفن في ثلاثه لاش غرسن بونا تحتيه مش غنوا طروطوار مني مخدوم كذا تفدي جدي يعني هامي من شي نغ بحكم الحروب اللي توقعت على الاقل سي 2000 استغمار وعاديك خمسه صح حروب ما نشت حروب مدمره صار مدمره يعني وتجي الناس عليك لا مزان لا طفلي ديما الضحايا تزوق نضبور تسدان ديجا عليك ديما تلاحظ ماني اللي توقع صح بالفعل اي دو تقريب الجو العام دي قيم اني لا مهم جدا نزور مدارس في غزه ديني تهتمها سني شرا شرا مزوار اعزام العلم قيمة العلم يعني انتو القيمة تم زورت يتلاقي تلاحظ تشتشي في غزة قيمة بالقوة. العلم وهات يدون يعني أستاذ عيسى يعني رسالة قوية ميساج قوة خاصة تنبلغ لي كل الوسيلة يرقب من شباب من جزائريين من كاع يعني رقبت ظروف فنلنديس غزة أول قيمة في المجتمع قيمة العلم تفضل كمل صد أي أداة قوية لفكرة العلم الدليل بتة جامعة غزة أما الجامعة الإسلامية في غزة هي الجامعة رقم واحد الأولى في بعض التخصصات عربيين على المستوى العربي على المستوى العربي كملت شادين غير باحثين عن بحثن الانترنت ما نتكلم في أي مذكرة في نشمتها في علم التربية كان ماجستير في علم التربية كلب هدف الدراسات الجادة معظم الدراسات الجادة في غزة سيني سبت الجامعة الإسلامية غزة كلب تغير يطلعوا جنة برك شادين غير باحثين روح حالي لو جنة رقب العنوان ماني وشان اتفض غزة ينونا في حصار 2006 عباكم بلي باش صادينا دخموني ولا انور جاز نتمطط يعني بين قوسين ولو انه ديني دي قنونشان ديني دي قنونشان نشني ضد الواقع نضخ قنشره يعني يعني دي انفتاح نسندو بالدين سن في المجتمع يعني ديني غير نتمطط سي مزي سي ست على التاج وتال على التاج على الوقت ليش الاختلاط شو اصل الاختلاط كاع الجامع تمنشي ثلاثه فم يقل جناح نسويه ويعزمنا ويعزمنا التنوي تمنشي ثلاثه تيسدنا نسع الزمن تعزمت اطارات اي يعني دوني تمرت نطهلا نصندي وعزام عاد مجتمع يعزم عاد مر وعزم جاري فاسن سن تنس جون انت ماشي خصن الشاهد كاع الا ذا ان بد فو عزم نسيت نغطر وانا الديعات في فوفوس نين مدني الوطن ني يدول فوفوس نسن عاد مر جون انت ماشي خصن جون انت ماشي خصن تربى نطروانسن في العلم فو عزام في البحث تربى نطروانسن في الهموم الامه عندون يعني وند الودود ما مزوار ود فايتسن قبل ما نزل ود فايتسن سيد عيسى خاطر ذكر ديك نقطة حساسة جدا وند الشغل الشاغل لاني كترك غزغف زي ما القضية التربية أصلا يعني مما بتا يتربى بتا القيم اللي نتربى من ميسي مزي مادام ذكرت مما مادام ذكرت يعني القيمة قيمة نعزم عموما ديك الجزء تربية ديني للشاب تربية نميدن في غزة بتيت المعاليم سجيت تزوي ترقب بتيت لمس الديني بتيت ترقب الديني يعني والله هي يعني لا واضح من خلال المخرجات يعني خاطر التربية اي مجتمع اي مجتمع تبني يعني المخرجات تبين ديز عليك بتا تجان تبين الشباب بتا تفكر نعم تبين ميد نس مثلا تجان نعم انا راح تصني شرا غرسنا نشان نسم ديني يعني بقوه القران الكريم احفظنا القران دوس حفظنا القران يخسن ديزوران تعتقد باللي ولي مك نربي اتني نصر ان غادر بحن فوداين او نودينين حتى لنطمر نصن غير سوي والن ربي سبحانه وتعالى وداين المنطلق نصن ديكن الزيغ عقدي دي تاريخي مزيف
نشنين والطوين سير غير المنطلق النار القرآني هذا القرآن كلام غاصن دقيشة أساسي مثلا نشن جمعيتي كان غنى متواصل مع الس تسنى جمعية القرآن الكريم والسنة غير 950 فرع في غزة 950 يمر شخص جنيور سي سي جماعه سي اتصال من شمر 1300 وشي 1360 حوالي مركز في غزه متى نحفظ نيوان ربي سبحانه وتعالى اصحفظ نيوان الاحاديث نسيت محمد صلى الله عليه وسلم ازعلو كم صادين 1000 وشي المركز مر نشن حضرتني مثلا تكريمات الحفظه كل سقس تكرما ما معدله ما بين 2000 الى 7000 حافظ سنويا في غزة غزة في, غزة في غزة مارو غزة تقيت 3 ملايين وشي النسمة 7 كيلومتر ضد العرض 45 كيلومتر ضد الطول هو التجع الوقت 3 ملايين وشي النسمة 7000 سنويين سما كل تدار تديس على الأقل قلنا غصن يحفظ القرآن غرسنو حلقات خاص نتسدنان حلقات خاص نبزان نقصف تجرس في كل وقت اللي يزع لك نسن اللي نعزم ننسن قاع قاع ماشي اللي يهتف اللي يحفظ القرآن الكريم دقا مس في الإجازة توني ديك ديك صورت حقت مهمة جدا تهتم انا منشي نغصبو رخصة ماشي تهتم الزوان صار عاد ندير مزان لزعلك ذكرت قيمة عزامة القرآن ماشيتني دونك سنت القيم مهمة القرآن كما فايت القيمة فايت سنت انا فايت ثلاثة عند قيمة الجهاد في سبيل الله لنصرة المسجد الأقصى الطوان كندي تقدد وسنت تسات امرت تون بنسن تعتقد تو ربان تربان لوالدين سن باللي اشبر لحبتني جدينا وطمرته ولكن غد الامانه غفص الامه السيده محمد صلى الله عليه وسلم مشيت لها اليوم القيامه تعتقد النوم طلبنا ربي ادعيا نسن يا ربي استخدمنا ولا استبدلنا يا ربي وتبدل شنو قميد نخلاف يا ربي نشنين ان عجدان ينمت داني تفتخر مي يموت تقنحت شهيد اصل قسم الاحتلال الاسرائيلي دق العرس غرسان فرح كبير فرح كبير شديد الا يتصور يعني غرس ان القرعه تبتقن حد تكلف باش يجيك المهمه معينه لصالح تمرتني قلت القرعه وهو الدوسين تصحص وهو الدوسين تخي جهد لاش زعما تحفظ القران زعما يضع في بعض المعايير زعما عاد يفاسك تمجيدها اين تنور القيم اللي انت ديني اين تنور القيم اللي ربي نسرطان وسن نجي من نكون واضحين المعطى تاع وسن نجي صح صح ونجي ما تنصرك علاش صح ادعيا تزونا جلسن المقاومة في سبيل الله في سبيل نصرة الأقصى ونجي من كان هي تدشتهم برك سموا سقاهم سيبت يطمر سيبت أس أدعى قاعد دور إسرائيل نون بسين كذا بسين كذا والو فلسطين اللي مسلم من مسجد الأقصى لما جاري فاسنا واللي مستعدين سنسيب هاي توني القيم إلى حظة فعلا بارك الله فيك سؤال مهم جدا إشارة مهمة أنه التربية تغسقن دور كبير باش توشان الدون او نمدنو الى نعمر ندني لان تعالى نتلقي وين ما روح عليه الكسوره معهم كان بنت صحة النار لكن مريحين انت مية مرض قل حد سجم سجم دي سقاسن بتي وفو الدواء بتي وفو دي فاق القبا دي رحمة تريح القبا دي تدر ودي تدر معهم مني لان تغار نتفر الحدود لان صدق معهم مني ولدي 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 فرط ولدي سمح يعني. ولدي سمح يقل حق خاطي النس يرقب لي خاطي النو الحق للامه سمني توني ديك تكرضى ديك ان تولت لوحدي اي توت باللي غير نغ قندور ديني لا غير نغيت لي غير نوقف باب المغاربه طبعا باب المغاربه لا غير نغ يكت الحار تتجعو كلاديس حتى لبعض العائلات الجزائريه غلي مار ولات في الاقصى سيسماون تخيل العائلات انا صبر نتقعوش انا قلحت خلاص سبحان الله معلومته غير سمعت كذا عند بيخت الدبرك اي لان ديني في موحات المسجد الاقصى الا يعني ندهك الناس باش تريبا تريبا صح ندهك الناس باش نثبت ديني نتجهد نتجه مجهود صح ربي خلاص ندوي يعطيك الصحه استاذ عيسى سي ولد في الشهداء يعني حسبها ولد شتي شهادة غرس ندقن شرا مطلوب يعني دقن تسمى ديك تيفرت ربي سبحانه واحد ساغا دي زون شهيد يعني كل تدرت غرس نشهد مش تعمل مع القضية والشهادة الدينية يعني ساتي حتى درت قلت مثلا السنان شي انت مارو مارو حق يعني من شن كمل مع العدد يتسمح يعني مع العدد يوميا اسبوعيا شهريا على الاقل سنويا صار عندهم مثل القوافل من الشهداء تمتت مثلا ديني ميدنا درك ديني ساعة ميدنا تقدن الله يستر انت بين قوسين يعني شغل اللي كنت هي لطيفه انا كنت فكرت انه تهتم ان يغلب ستاروا ستعدو تفتخر انه يلبس بورخس اموني ميدجو التعارف نريح قمج مع اموني قنو منسي قال فلان ابو فلان غير منش تنبورخس مش نتزاوان يعني غير ما يزيد يعني كمل وتبدا ستاروا تبدي ستاروا سبحان الله اي هموني غرسن
ديك نشا مقدس يعني تارون يعني من حيث العدد تارون المهم هضرون الدوني تاروا باش تقون ستارون سن الدين ربي باش تنصر نسيس مسجد الاقصى تون ديك تريسال تغرسن خصنا دي زوران رجست مطوط قمد من الشن ميم الشن وهكذا توني بين قوسين يعني بها ونادي رقم ما ديني العكس مدني تعشن قلت لهنا ياك قلت الاستقرار قلت شي هاديني سمح ستار وايو نشي يبات تروا اثنين العكس يعني العكس. يعني كاع انا كان رقب لك كان تكتشف باللي العكس يعني صورتي اللي نغرنا حتى ذكرت يعني استاذ عيسى بكل للامانه ذكرت في محاضره نغبضي قبل غفش حضر غديس نيد المراه الغزاويه امراه ولوده يعني سبحان الله غير معدل الخصوبه قوي جدا سبحان يعني ولدت تلميذ تسربي واش اسنت اي سبحان الله سبحان الله يعني ان ربي لطيف لما يشاء واللي كتب ربي قال شغل يجي سربي بريس اذا توني يعني حقتك صفت فعلا يعني مهمه جدا يفتخرون ويربون تخنيت نصندام نيت نسن عمر متى نكت ام نضال توني لن توزن شهداء لن مشاهد يعني تسنان تطارون تتربون توسن والسني بطوليا مشروع شهيد يعني امون مشروع شهيد هذه زوا هذه عاش أزود يخدم أديج المجهود يتوحبس نغيم وتنغاني اللان يا ربي كسب بلغشت أموني نيت نستم يا ربي كسب بلغشت أستطلب ربي أنت لي موت شي نغرد تغرد في طروان نغ نتغرد تنفقد وسوف تنفقد أنت تغرد في طروان تحمد ربي لكي تسبق دي للجنة إن شاء الله أجد الحقر إن شاء الله نملقى الجنة أموني تفكر نموني قارني ترانسن أموني تربان ترانسن فأموني أماني يمارو خطر من العدو نصن واضح إن بين دودين ودين شبتين رسول ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يمارو صدين غودين تكمل الغوجار إسرائيل تكمل الغوجار الصهيونية تكمل الغوجارين الماسونية دميد نولي خسر أول منظومته قاع يعني منظومته تفي نعم. ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم يعني كفورهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا واللي ممكن واللي ممكن نعاد نتعشى بعيد في ليتنا ربي اللي نخلق يجيون تطمر لي السم التلان سبحانه وتعالى يمروا اللي كان سول في كنح ديلان اللي تحارب كنح ديلان يغتصب تامورت اللي يوكر تامورت صح على بالكم باللي تاريخيا سنزول التاريخ يعني الحق بتي نودين الملك سليمان عليه السلام عن النبي الله سليمان عليه السلام تترجم الملك 400 سنة مسح قبل 1300 سنة تغط حتى حكم المسلمين مسلمين تختون عاش مريحين يعني ولا حدوث نتصي تعاشان ديني انت نحدود بس حفوظ الظلم ماشي الإمارة توقع وهود يعني هود الاستنزاف يعني هم إبادة ديك باين ديك الكره يدين ربي سبحانه وتعالى ديك العداء واضح ماشي لا يستر ربي عز وجل القرآن الكريم نبه سبحان الله ذكر ديك القيم نطور سيد عيسى توانا يعني نرقب امون تجي الفحص امونيا والرحله تجي مهمه يعني تبها قضيه الشباب ديني غرسن يعني مثل المميزات نسن الشباب ديني عموما بلون فكرته مثلا الطموح اللي راتو الشاب الغزاوي يعني والشباب نسن مثل الميز نسن ديني استاذ عيسى والله صن مشاهد ذكر بعض المشاهد مؤثره يعني مثيره دينا مثيره يعني الطفل الشاب العمر 23 سنه إني أزود تجد مداخلة كتمجيلة الناس خلاص بسم الله على بركة الله نزوى سولغ إني كان شيخ خطيب داني 23 سنة خطيب مفوه 23 عام خطيب جمعة خطيب تمجيلة خطيب جمعة تمجيلة وهو ليش سنين عزامنا روح ضلت الخطباء رقبت روح ضلت لليوتيوب مهلين اللي قلش هيكرام المارو اي طبعا قلش هيكرام كل شيء يعني أنا ضلنا نرقب مروني 23 سنة غير سنشان جنازة تنشان باش هادي عاد غير مكان فصيح من بعد نمشي لغير ماجستير في 23 عام ماجستير في تخصص معين تسيد لابورس مين حبشي تفوغ نغلاش لكن معاك ماجستير خلاف باش متفوغ الخارج تفوغ سنت الدكتوراه ان شاء الله تفوغ سو صغار بدكتوراتين سنت نيت الدكتوراه خلاص موتي غير مارو تصوري تستلم عليك او شاب الشور سلهمة الطموح واني مشهد فيتسن نريح قل مجمع شاب يتوغد المراسل نقتي القنوات اللي تيزع لك أجنبية المراسل اللي من بعد بدي تعوض أسرق من التدرق بختياوني منشت عمر 27 سنة واني 27 سنة إلا يتحل يتناقش انت ديزع لك دين عزام مستوى الثقافي غرس عالي راقي بتكتب ربي قنسجو من غير نسينا شرباني قوان عودا ندول اترقم
ريحه المجامع سترقم مستوى ثقافي والتفرق جاي قلنا حد 25 سنه قلنا حد 45 دكتور 50 سنه نغني له واني قلت اللي قلنا دخل فيها طبعا توني اني نرقب سي طوان اما النموذج في ثلاثه زوغ باش نزول الحفاف بين قوسين دير لاشين تا غير يقضى حفاف وني لي سباقي شي لا ستوديو كان مريح كانوا زد زائرين يتشري لنا تفض الحمر كشتي الناس لاش تسجل ما دارتك نيلا تشرت تشرت شتي حمر لك ني غاس ان هي الاخ من اين ناس الجزائر من الجزائر يسترسل لاباري سني الله اكبر الجزائر من انت من الجزائر كريحه الكرسي وحفاف انت من الجزائر ومن بعد ان هي ناس من اين تعرف الجزائر ان كيف لا اعرف الجزائر بلد المليون ونص مليون شهيد كيف الجزائر نموذج بالنسبه الينا الجزائر مدرسه كيف الشعب الجزائري من لا يعرف الشعب الجزائري من ولي السنين كان جزائري من ولي السنين بدا يتبيد يسمون المجاهدين وثوار وكذا يتبيد التاريخ بدا حفاف حلاق ما تقدر غير حفاف باش تخلصغ يتجلى ولخلصغفتش ولطيفافتش ولي غير يطف نحتاج نريان شي نزور الاعانات نيوي اعانات الاصل يطف غادي يطف بالعمله الصعبه غادي يطف بالشكل غادي لان نوداين اني لان لا شو اللي غادي يطف يعني بين قوسين بعد نفرت حفاف نملاقي كن شاب يعني شاب على المطوله يعني مرحله متوسط وفيه توت يعني توت ديولا وفيه ختم لنظن في يعني في كن شاب لان اللي تواسند نشيد في وسط الشارع امس وغلاد اللي تحوف يعني ترحيبا يتحوف خايل تشم هذه تنوني وني ولي في بتادي جفار الشغال منش انت قاعد الامان الشرس الامل اللي تحوف اسن يعني في شي فيديو كليب انت فيلمات نص لكن انت جايب هل بيت جبداريه حزم دي كونشان نبط ثاني خاطي الناس واش انا دقن شراينا راك الفايده ان انا او مهدي غنشيدي لا ينشد بين قوسين يعني ترحيبا بالجزائريين ترحيبا بالانسان الجزائري يعني. امس وغلادي لا في غزه كذا هموني ومن بعد نجر خطوتين نوفو كنيز نزويد فريغو نتفهمني السلام عليكم اخوانكم بالجزائر كذا نتفضلوا يوين دي اكراميات ومن بعد سول اخت سؤال ناس ارجوك غزه محاصره سميت ديت فون فريغو يو سميت ديوت اون فريغو ايد فريغو بكل الاشكال يشنو ديك الكاتالوج إذا كان فريغو يعني شغل يتجوا ميتجوا الناس كيفاش وني ميلا ويرسلوني هني لا سير كوموند وني وي دون فريغو اش تخدم سير كوموند دائري مستطيل واش اسلم حي تقصد اش يخدم هذا عندي هذه الأجهزة التبريد إلى آخره نغص ما يدوت فينا الأجهزة يو إني أو يعني يحار يعني يحار لي سؤالك إني كيف؟ هنا يصنع هنا نص أي كيف هاون فريغو يو زجاج وخدم ده هني سبحان الله العظيم منين مصنع هنا قطع ابريد برك هني مرة شو ترقب الورشت زوغ الورشت صدقوني الورشت هذا عادي كنت منش متر كاري متر صغير جدا كنا المشاهدين نرقب من استوديو من غير منش تاع استوديو في ثلاثه يجيو الال يبدا يقضى التحز ده حزي باش تتفد ومن بعد ناس والسلاح والمدى الاوليه ومن بعد يعني قلنا السلع يعني المدى الاوليه السلع المدى الاوليه وزال النحاس خدمنا لي مارك كاع كلش فريغو الفريغو الفريجيدار خدمنا الفريجيدار اجهزه التبريد يعني كاع اجهزه التبريد بكل اشكالها توخدها من ديني يجوا موني ناس والسلع كيف يجوا موني فوس انت جبت لي الغبرت اني هذه بركه النفق بركة النفق تتفند عبر الأنفاق سلعة تدفع عبر الأنفاق النفق يستف النظرار النفق المهم نفقت خدي كل الموضوع توني كنت صورتي المهم شو يتعب أني خدم من ديني صورتو تواخدها من ديني يعني شاين توشيت أنا نقل شرايبها يعني الصناعة ثلاثة جور الفلاح تجور أعزامي تجور تفوق كل شيء جور نعم مظاهر اخرى سواء القوه يعني حتى اقتصاديا بتيت رقم دين طموح الشباب يعني مشيت نيد يعني طبعا يعني باش نكون واضحين انه الحصار لغز تبعات اهم خطر القلد مرو كاع ونيد بتا يعني الازمه تريد الهمه نحن عاد واليوفي مشي الطول جدود غلا ولوفين قلت شي مصح نجم هذا الجن اظن الغابت في الحن والقم الدبل حد نصن والقيم نسول تهولا خاطي ولي تهول ولي نضب الحظ وغاد جبدا وغاد جاهدا وغاد سيوني لا
لي بيبريتس تحتو عقب تشي ماتش يبان امون يوط الغابات واحد في الحد حفر تيرسين يوريرن وتحفر الدين نسمس اورير شي كغري مارو تجني تغرم النغ تجني تيا ديما غير ديك الايه من ايات الله اي جنان وغرم تيرس 8 متر وجار 50 متر اه باش يضاود نعمان تمشي يجوا العباد وحده ربي بت هاد الاجهزه غرسن بت همنا الازمه تريد الهمه صح. يروز امن يروز دي متنو لديني تلقيون تعانا نعد التجن كل وسيله ينفون عن انفسهم الفقر مسح معهم يتعانا اصلا معاناه كبيره طبعا ما بين مظاهر الحركه الاقتصاديه ديني انه غرسن معابر معبر ابو سالم الله اعلم اسم السلموني بالتولي غلط غيسمس تدفنت سلاعيسين سلاعيسين سيموشان نوداين الى اخره طبعا نوداين الهم من صندريا الهم من صند التجار من صند التجار عاد لان التجار مغمطني سوانين جمن وين جمن يساغ مع 80% ما يدناش غرسن حتى في ضاير نصند تلقيوين 80% من يعني المجتمع الغزاوي تحت خط الفقر تحت خط الفقر ولو في الماروك خساره بدك تبر بك الحلقه اخرى ان شاء الله وندور بعض الصور تدار تدار هذا القالب الطابونات امان الكارلاج 80% بترقب تصوري تنقل شريب بهان ونقل فوتاي غزا سنتوني دقيش باش نحفظ الكرامه نصم 900 درهم داي بصح روح تغلو مس غزا دميد في المعاناه نصم تلقيوين كيفاش نتعانى المراض اليتامى غصني يتامى انت تخشي الشغل غصني يتامى سلم مئات الالاف اليتامى 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 تيش كدز عليك خاطر الوالدين سن قاعد جورن تمتاتن ممكن شهداء كذا تقييم اليتامى يغلب غصني يتامى عاد غصني مارو جمعيات غصني منا وتل جمعيات توني وتوني اقتصاديين مارو اجتماعيا غصني جمعيات منا وتل جمعيات كوي تل جمعيات تطفي قل الحي تطفي قل الشرا طبعا منظمه كاع منظمين يعني يكفلون يتامى ما يدوش انت دون المنظمات الخيريه اما شي نزور قفيلته مثلا نزوان نزور جمعيته او الجمعيه شنو باللي لا غرنا شنين مثلا 3000 يتيم في جمعيتنا مجرد 3000 يتيم لجمعيتنا شنين شنين هموني شنو المعطيات التفصيليه باش ممكن تكفل تربادي قبل غير تشتود مش تزند مش تيوس وكاس دريال خلاص الحمد لله يغلبني مسلما نتوت نغلى نكفلني تمام ديني الحمد لله يمارو حاليا جزائريين تكفلنس بعض اليتامى في غزة وجزائريين دخاطي قاعد توات مارو ندخل قل الموضوع انه جهود جزائريين ديني جهود تزع عليك سو مني شي نصحك توات كل غير سيتلي سو المنبر وبارك الله فيك البادي قبل غير تجي ولدولي يتسلى والتجتون تنوم جدودنا ودجينا انسان انشان انسان ربي اغني حاسب اغني حاسب فهم يدنو اغني حاسب مرتين اغني حاسب انسانيا وهو غير غزة أغني حسب ربي سبحانه وتعالى خطر مسجد مبارك تالي تن أبريد نوس قضاء الله أبريد نوز نوشماس دلامينا ضوضنت أنشان نسنت بكل راحة إلا موجود طبعا في إطار نعطيك صح في إطار رسمي في إطار رسمية واضحة يعني خاطر إطار رسمي واضح واللي قلق واللي سقليق واللي يضحد أموني بقى مساعدة إنسانية أدات فنت مشيت نيد في إطار يبها يعطيك الصحة أنت وجد بعض صور تحدي أستاذ عيسى يعني تشيتي خصص زرد كم لغيك تقيم البريك وشكو أو نشاب المثال يتنيد ولا يخدم أجهزة تبريد الفريقو يعني القيمة تغطن بيسات بهذا بتاع يعني تتفس ند مواد اوليه باش كدي يخدم خاطي تتفس ندي شرا مصنعين خلاص يعني تستهلك البرك يعني قبل الفرق جيران مثلا يعني ها وان كان الحمد لله غنغ الصناعه غنغي شراي ولكن الازمه تي لانديس باش كتفكر حد يعني هادي فكره دي يستهلك حاول يفكر يتفكر دي يخدم كمل غادي ينتج ايمان ولي الزنز يسمى دي كنت تحدي داز عليك توني صوره من تحدي غير صور بلا من تحدي يعني خاطر ننا الفقر 80% من المجتمع الغزاوي تحت خط الفقر ماديا بصح كون معنوية انا تنف بالك لان لانيف يغلب ميد مشيتني الحصار نمشي لك محاصرين خط يعني معنويا يعني مشيتني دونك الحمد لله ولا نمشي لك هنا اذا تحدي لان غير صور التحدي بالتغرش بعض الصور بلا تنتج البلد عقد التحدي يعني يعني لا يتبدى بريد باش تشمر لي ما نسى صح عندهم مقصود التحدي انتو إيه تحدي يعني انا ونديس بريد صح طبعا من قلت تريسيتي تريسيتي تاز تزوكا دلوقات المواد الاوليه كان سول غفصنت شراي لا 10 علاش يتوغ تنين زوايتوغ
تتفن تد ماشي الناس الانفاق ما علاش الانفاق ليش طبعا ليش تعود تكمل تزير وجار وجار صح في الفيلم عادي مر معمرني ولد تبدي نتج المجهول نسن صح تنو دي قلت حليب الاطفال حليب مبورخسي بزان منش تربى نطر ونس ماشي تدرن منش الدواء الدواء طبعا الاستشفاء برك اي سوف الدواء الاستشفاء يقل حد 100 مرض ودي قلت تحدي تحدي ودي ظن النفقات باش هذه عزام باش هذيك من عزام صح عزام ديني دي سي تكاليف باش تخلص المعلمين باش تخلص الجامعات لابد من تكاليف عادي مرة تنو قاع تحديات معمني ولد تبدين انا عزمن التفتخ يعني المجتمع نسن منشي لا يشمر لهم هادي عادي مرة كل حد يتجه مجهود او يعزمن او يعزمن معهم مني ولد تبدين انتم الخلاص يعني والبدن ولد تبدين لان نتحاول نتجن صدينا نتحاولان يعني التحديات خطر جور نتزير زير نتافسن سو مني دان دي ان دان دي باين الحاج نسن يواض بدن معاس عندني قديت خيل تولي همتو دون دون نفسو لان في حاجه ماسه وغد بدن معاس سو نكتب ربي سو نجمن خاصه مع هاد الاطر يعني نبها واضحه ربي يشفي يعطيك الصحه التمجيدي وين في غزه ما عرفتش كتناول المرحله التام ديالو الحوارنا غنتعلق المشروع يتجي ان شاء الله ربي يقبل يعني مشروع مهم جدا تجي الجزائريين ديالي قبل خصنا نسيو التمجيدي وين في غزه يعني تمجيد العمود الفقري اما شي غنغتوات سبحان الله العظيم كل شيء تمجيد مي قنحد مي موتي قنحد شهيد يتوانسى بالتمجيد قال الشهداء التمجيد الفلانيه الشهداء التمجيد الفلانيه تمجيدا انتهى كل شيء هامي خطر الترس خاص للإيمان هامي خطر التربان هامي خطر تملقى عندي سمعين عزاما تملقى تمجيدا تجروا تجروا عزاما تجروا وغادي جورا وغاد حبرا وغاد تفكرا تجروا تمجيدا المسجد جامع خطر يجروا حتى التمجيدا فيتسنت لشيك تمجيدا لدي ساس عزم القرآن تمجيدي ونسن شونس المراكز التحفيظ القرآن تحت إطار جمعية معروفة قناة جمعية القرآن الكريم والسنة انتهى تشرف فون تعليم القرآن مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم نبها نعطيك التمجيدة صادينا نمشي نعزم ننسن ميد ننسي ناس تسات نتين زنا التراويح وغير صدكرا بعد يسمون القيادات نسن دون نية تفت مجاز دون نية تفت حافظ لكتاب الله دون نية بترقم التلفزيون السوري دون نية تفت يتظل سيس التراويح إتو تربيت التمجيدة يقول حد يقول الجيل يقول الشباب يقن التمجيدة أدي فخيس الخير أدي فخيس الخير داني ننتي تو داين والتيفني ما نسن مع يقول مدن ولو نسن الشور نسيوال نربي توقع ننس التمجيدة وين وتفني ما نسن اذعيان تقريبا تنون جيم صح الله يستر عيسى صدقني لا شتي لا المخرج يعني والله مي فاق في الوقت تماما شقرا صديق كان كتجن ساعه وين كان الحصه لا تقضى الوقت الحصه لا خصها تقضى مخرج من فضلك واش انا بعض الصور اني علق غفص الاستاذ الكريم الا سمحت يلا استاذ عيسى نتعلق في بعض الصور على السريع مرض وجن بعض التصاور يلا معليش نسيو يعني على السريع عموري المشاريع ذكر نطور الجزائريين يعني بتل الجزائر الخير يعني يعني يجور الجزائر الغزه يعني اني نسنت اني ولت نسين ها بتدموني على قصد بدي غزار سوني لا ميد نتسول في الشغل كيفاش كدعر يا الغدينات ايه انا بدا سوقضا ايه اماره تلك الجمعيه تسمى جمعيه البركه ايه مليح قبلس لن جهود لن ميد نخلف تجم جهود بطني عون مسحت عند جمعيته انتهت يعني تتجروا إيه؟ تحاول جمعيه البركه جزائريه جزائريه أيوة جزائريه المقرصة يعني رسميه رسميه غسل اللي يعترف وزاره يعني وزاره الداخليه جمعيه وطنيه وطنيه ما شاء الله وزاره الداخليه يعني في كل ولايات طبعا كل ولايه لغسفره نشي المشروع النقد الجهود النغ نتنين طفنا نفوس تغ أميال من الابتسامات تغ تسمنا مركز فلسطين للتدريب والدراسات يدول جمعية وطنية مار ويخسنا دي السن هذه زوال فيسبوك هذه زوال معروفة لا الوسائل طبعا أيوة هذه أيوة. سؤال أيوة. يمار المشروع عندنا تابع غرسن اثنين تهنا نفسه سيعود من وشمس هاد الريالات يعود دي مشانس اشيني دخ من يعود اشيني كيفاش يعود اجدزنا تصور نشر خطي ريالني مني لرسين شو بتنا بدنسيس شو منيش نوزن نوزن وزنا تصور مشروع المدرسة القرآنية لا يلا ممتاز المشروع المدرسة القرآنية يتجيم كمشروع جزائري يتزوم ديش نمديني عند الفرصة 2013 يتزوم
نجو حجر الاساس حجر الاساس السوله كان غمار 2019 المشروع لا يجور ماني لا يوض ماني لا بارك الله فيك المشروع حقت وقع بعض التوقفات الظروف يقدعنا نعم قدعنا في الظروف طبعا كعفنا يقع سين انت يعني مليح يدول دي زابسي يمارو ان شاء الله هذه كامله هذه حرش وجار هذه حرش وجار وديك تريسال تسجمنا مارو هذه كان يجور المشروع 20% إيه المدرسة تونس مياس ده المدرسة القرآنية جابر ابن زيد إيه توني أتشمر على الأقل 600 إلى 800 تلميذ دقل المشروع نموذجي كبير جدا دزعلك يغلب يحتاج انت تبدي يغلب يعني دقل مركب دزعلك مركب مدرسة انت مدرسة رسمية يعني مصح إيه تحت إطار جمعية إيه القرآن الكريم والسنة نين نغلي إدارة الجمعية إيه من اللي وغدت في المدرسة أضيف حافظ كتاب إن شاء الله يلا الصور سامي لو سمحت تفضل أيوة داني ماني داني مسن غزاع وني دقلنا دقل المركز طبعا إيه وني من بين الوفدي تور معنا الوفدي تور معنا الزيارة تغنجين اسمها يعني لا بد التفت بالسين الاثار مونتير زي بالسين لا بد التفت بالسي يعني لا بد مشيتني انت كنت صوري تزول طماط الترجم طمر ديجدي ترطور يرز ايوه توني ديك الطرح جيت تمسنا البحر إيه؟ مس البحر نوت فمس البحر يعني مس القارب ايه غزات معروفه الصيد صيد السمك يعني غير الصيد ولكن كنا تعانن معوده تعانن لانه تخت الحدود ايوه اسرائيليين كل خطره تجنز شنو غصب من زوا الحدود المسموح بها ثلاث اميال ثلاث اميال بحريه امون لا شجر تصوريتو اليتامى تيان داني الى المعان غمس الوفد ولا يكفل يتامى جزائري يكفل يتامى ايه جزائري يكفل يتيم غزاوي يعني فلسطيني اليتيم طيب زوتني لا خمالتشتين تتقن اي سمورا ديس غارن تني بابا سي تو فمس قلنا فق تلقيس يحفر النفق يا رب دروف سي قلب لوك ني جديد بدات سلا ناس يا ان ديمت تلقيس جدا ومظني يوسف جزائري بتنسيق مع جمعيته كلش واضح يكفلت بالي خلاص كفيل سبحان الله يلا تفضل ايوا وني وني دي جنسي سي نعزم نسني لا معليش رجعنا الصوره اللي قبل سمحت سمير ايه وني دي يعني جنسي نعزم نسني لان يخدم القران الكريم إيه؟ مر مادام يخدم القران الكريم يدود كل ما توقعك الحرب تدرس توقصف كل ما إيه؟ توقصف تدرس هوني إيه؟ اربع مرات توقصف بالناست اربع مرات تدرس كاع تقريبا تعاود دير مار وختني سنز وختني 2013 تعانس عمليه جراحيه يلزمت تيج تلقس لي السجوم استثنى فرصه باش يدير في الخارج هذه تجي هذه العمليه سبحان الله توني أيوه. طبعا توني ممكن تم جاروت يعني شنو ولد احمد ابراهيمي إيه؟ اذا ضمن المشرفين في الجمعيه الا تشرفن في المدرسه عندني توج حجر اساس نبنى لمدرسه الامام جابر بن زيد توني الجزائريه توبنا ديني في ونفقا ولا ينفق خاطر لا ولا ينفق بالي خلاص الحمد لله هيت لي سيغوديا يفق ديال البيليات ما تنفقوا الله يبارك ان شاء الله مشيتني لبنات اخرى شنداني الوفد النغا ماشي لا وفد جزائري اللي كان زوار المانغا تاع المدرسه اي طمرتو يداني ما تعدي المدرسه ان شاء الله تكون ديني ان شاء الله ربي استقبلنا انا باش نجو حفل افتتاح وضع حجر الاساس ما شاء الله ايوه الصوره لافيرديرني لاختيار سمير اللي سمحت حضرها ايوه توني حجر الاساس شباب انه كاع شباب كاع العمر نسن كاش انتني وشرفون ميدانيا في المشروع في المشروع اي شوف لا ديش المهندس لا ديش ولا مسؤول كل حد المهم الله يبارك تفضل ايوا يلا صورتو ماني وتوني المزرعه الفراز اي سبحان الله توني الدوره يعني غير تود مسطوره سمحي تني المسطوره ايه الدوره ايه الداي لا ديش تقني تتجنت باش الفراز هذه في منس ايوا مد البصر قاعد الفراز سبحان الله اجينا المسطوره يعني ذره سجنا الفراز دا قدس عندي غننا نشوف اللي هذا فلاحه عندي قلت شي فلاح داين يتغلط هذاك ثاني شفي غنان يا موني اي طبعا طبعا جن الدوره سجنا ومن بعد الفراز بدا يتشرد سواد باش يدير في مانس سبحان الله الارض خصبه الخضر خصبه شي معروفه جدا يعني غزه معروفه اصل الورد معروفه غزه معروفه الزيتون ورد الزيتون يعني وين فلحتوا يعني الفواكه حكم المنطقه طبعا ارض خصبه بكل ما تحمله الكم سبحان الله ثمني وداين وتنجينا صح يلا تفضل توني طبعا صوره لجنه اغاثه فلسطين 1948 جزائريه الشيخ ابو اليقظان مشيت النيد ومجموعه علماء جزائريين قاعد عندي ان شاء الله الشيخ سليمان بن يوسف نظن ونجي قنش هذا جناها كانت كملة بريد نصنع بطن أرحم يصير سعف سنة أيوة داني توني كنت مدرسة في غزة مدرسة عمتين نو خايلتي مارون النو
60 80% قالت اليتامى. اي آه هي تابعه بعض المدارس اليتامى. لا يقول مشروع مثلا جزائري توبنا دين ني تشرف على جمعيه البركه ميتوت في مشان جمعيه البركه تسلم باللي غير اليتامى مدرسه تستقبل غير اليتامى تتهلا دي سلم مليح. نعم يعطيك الصحه. الكلمات مديرنا مديرنا دار القران الكريم والسنه ديما فكرت العمر سمنشت يعني يعني تذكر انطرو ذكرت الشباب حركه نسن في هذا العمر داني كيف كيف اجراءات يعني اجراءات يعني ان شاء الله ابها يعني ماشي دانا ماشينا من الواقع عندنا ذاك بنيت شراخات غداوة البرش يعني صور مهمات متق كل شيء مضبوط الحمد لله الشيء كيفاش راه يبها نعم الحق كل واحد هذه السنه طبعا 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 يعطيك الصحه خاطر قلت تحدي دازعلوك يعني في كل وقت يعطوني كلمه باسم الوفد طبعا باسم الوفد في يوم الافتتاح سنين توفتحونا افريل 2013 بدي نقول استاذ عيسى بارك الله فيك حقيقه يعني كنا في هذا الوقت الا وجار يعني نكمل نسول اكيد وكان ان كليكه ماشي انا ازداد ان في تشرب لا انا في بعض نتنفس بلا يلا معليش اعطينا الصوره الاخيره اللي ايوه داني دائما في الشيخ احمد ابراهيمي رئيس الوفد انتظر رئيس جمعيه البركه حاليا صح يجو كلمه يعني الله يبارك يلا اول مبادره واكيد فلسطينيين الغزاويين رحب نسيسي عجبتنا الحال اكيد لان قبل نسجوا ان شاء الله هذه جوره ونشرعوا اكيد فرح نسيسي المبادره تبعها ولم جاروا استاذ عيسى حقيقه ماشي كانوا في غوا الوقت لو جار نكمل يوالنا جار ولم جاروا غنتينيت فون ميدنو لان في غزه او الحالتي لانديس او ميد لانديس نشين كجزائريين كمسلمين كاع يعني بتد الواجب ادنى شيء اللي توجب معاه. سبحان الله السؤال وبارك الله فيك استاذ قاسم طرح غاصمت شخصيا يذني يولا ذني من مشايخهم وعلمائهم الغريب في الامر بتتكلم عن انجحت طلعت عزا منهم بتنجح مشتوهم تطلم اثنين صحنا ومام اثنين صحنا الغموري بتنجحم بتكونم تقويم أين دون ند النجاح الأمة توديك تفيت سنت إن شاء الله ها غنتعاون سوني تنجمم سوني تنجمم اجتونت معانا تونت نوم معانا شي كان جو تونت النغ ستروان النغ تسدنا النغ لوقات النغ ديدامنا النغ طلع صاب النغ مستعدين مسبلين خلاص شتوم جتونت معانا بدت في المشاريع معانا رسالة في ثلاثة ماذا بكم سجورة الوعي الوعي الشباب الأجيال الصاعدة اتسن بت هاد العلاقة تنصن في فلسطين والترقبن اما الشيء اللي تسوق بالضروره غير الاعلام اما تدميد انت القوين وانت ونطيوض وانت ودصن نواض وانت نجم خاطي ان نجم الو كان نعول كنا دوميت يعطيك الصحه استاذ عيسى ليش بتغنرني نجي والنو 24 سنه مات العمر والفضل للمبتدئ ولو احسن المقتدي لكن ترزم بقنوب ريد لعل ان شاء الله الخير اللي تخادرني الخير وجار والجزائر مع فلسطين ظالمه او مظلومه وني الواجب وفرض عين في كل حد غفنا غنشينا دي بد مع ميد من فلسطين اللي نسجو من هنا بخوة من شي تني العيب غفنا خاطي غفسن اثنين أن بشي سن الإرادة اللي نغرسن بركة تكفى الإرادة التحدي اللي نغرسن التكفى يتم يسمع عقبات القنوم لقبلها بسلامة تكسح بارك الله تنميرت إن شاء الله.